أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة يوم المغازي، يعني أكلة سمك. ممكن تكون أكلة بيتي من المطبخ المصري، من المطبخ العالمي، من المطبخ العربي. إحنا عندنا المأكولات اللي هي السي فود، إذا كان سمك بوري ولا بولتي اللي بنصدره للعالم كله. إحنا هنعمل النهاردة البوري صيادية. وليه سموه بوري صيادية أو صينية صيادية مع البطاطس؟ لأن دي أكلة الصياد طبعاً على المركب بتاعه. هو يملك البصل والثوم والطماطم، فكل ده مع بعضه في قلب الحلة، عشان كده سموها صيادية. هنعمله النهاردة على طريقتي، هتعجبكم إن شاء الله. وأنا هدخل معاها البطاطس. أنا بقى من عشاق البطاطس اللي هي بتجور السمك، ومن جور السعيد يسعد. معانا النهاردة جمبري لحم. هنعمل النهاردة الكفتة البورسعيدية. إخواننا بورسعيد الأبطال، الستات طبعا الطيبين والامهات، بوجه لهم تحيه كبيره من مزبير وكل سنه وانتم طيبين، وامهات الابطال وامهات الشهداء، وكمان رجاله بورسعيد. هنعمل النهارده الكفته على طريقتكم، وشوفوني صح ولا غلط، وتواصلوا معايا من خلال شاشه القناه الاولى. هشوف اعملها النهارده مع بعض ازاي، ولها تركايه اللي هي الرز المطحون. يعني هي قريبه كفته الرز او كفته اللحمه الجملي، بنت عمها يعني، نفس المدرسه. هنعملها مع بعض النهارده. معانا عدل الاكل بتاعنا ده شويه رز مفلفل. الرز المفلفل مع المغازي له طعم تاني، الحبهان وورق اللورا والقرنفل، الحاجات الجميله الحلوه اللي بتدي طعم، لازم ان احنا نتعامل معاها بحساسيه شويه، لان نسبه تسويه الرز بتاخد وقت قليل جدا، فعشان اخد الفليفر ده صعب. فشوفونا هعمل ايه النهارده. الرز المفلفل على طريقتي، بزيت الزيتون او بزيت اي نوع من الزيوت، مفيش اي مشكله، هيعجبكم ان شاء الله. وهو عدل اكله السمك. الطبيعي على السفره بيكون فيه عصير أو مشروب يساعد على الهضم، إحنا الأطفال بنحبه، الشباب الطبيعي. أنا هعمل النهارده عصير فريش، عصير الكنتالوب بالنعناع، هنشوف نعمله مع بعض إزاي، هيتضاف له ليمون ونعناع، وإحنا طبعًا عارفين كلنا الليمون مع النعناع بيساعد على الهضم. حلقات النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومة غير معلومة، هنخترق المطبخ البورسعيدي ونعمل الكفتة البورسعيدية اللي هي كفتة الجمبري، وعايز اتصالات من بورسعيد كتير على شاشة القناة الأولى علشان نشوف الشيف شغال صح ولا غلط. ومفيش مشكلة لما نتناقش مع بعض ونسمع وصفة لطريقة عمل الكفتة الجمبري البورسعيدية من ست مصرية أصيلة من بورسعيد. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وحلقة السمك معانا النهاردة مشترياتنا كالآتي. بنروح هنعمل عدد أفراد الأسرة كام؟ ما خلي بالك ممكن السمك سعره غالي شوية، ولكن انت كمان تكون حريصة وانت بتشتري السمك على عدد أفراد الأسرة بتجيب الكمية بتاعتك. احنا معانا النهاردة تقريبا كيلو ونص من البوري، جايب وزن السمكة تقريبا نص كيلو. بننضفها ونشوف شكلها كده. بعد ما اتنضفت بنشيل عرق الزفارة من جوه من السلسلة بالشوكة أو بسن الشوكة، لازم يتشال، لأن مهما تحشي السمكة من كرفس وتوابل وبهارات، طالما فيها عرق الزفارة اللي بيبقى في سلسلة السمكة من جوه، السمك هيبقى زفر، ملوش دعوة بقى إذا كان طازة ولا مش طازة ولا أيا كان المصدر بتاعه، لازم نشيل عرق الزفارة من سلسلة السمكة. معايا فرسان التلفزيون المصري، صباح الفل، صباح السعادة، نجي أيوه ده أهو زي الفل. سمكية تقريبا وزنها نص كيلو، بتتنضف زيت وليمون، نشيل الصدفة كده وبتبقى معانا زي الفل بالشكل ده كده، تمام. طيب معايا حلة على النار بتغلي، حاطط فيها بوكيه جرنيه. ترجمة بوكيه جرنيه يعني جزر، كرفس، بصل، ثوم، شوية حبات، يعني بنمسك المية كده نديها شخصية عشان تبقى شوربة حلوة معانا. حلو الكلام. هستفيد من الشوربة دي في ايه يا شيف؟ هعمل منها الرز المفلفل، وهعمل منها الصيادية بتاعت السمك البوري، الحاجتين. فهضرب عصفورين بحجر، فدي لازم تكون معايا بتغلي، هنشوف نشتغل مع بعض ازاي. حلو الكلام. انا بقول لك ليه كده، عشان انا عايزك لما تقف في المطبخ وتعملي أكلة سمك، احنا واخدين فكرة عن أكلة السمك المطبخ بيتقلب فوق تحت، ويبقى احنا المطبخ زفر، واللي داخل طالع على العمارة شامم ريحة سمك والجو ده كله. انا هشيل هنا راس السمكة كده بالطريقة دي كده اهو زي الفل، واحطها فين يا عم الشيف؟ في قلب الحل. شوفك معايا اهو، استفيد بالشوربه بتاعتها تاني. هتقول لي يا شيف مغازي البوري ما بيطلعش شوربه؟ لا بالعكس، البوري بتاعنا بتاع خير مزارعنا فيه نسبه دهون عاليه جدا على فكره، ما بين الجلده ما بين اللحم، وبتبقى طبعا لطيفه وحلوه، ولو اكلناه رده بيبقى طعمه اجمل واجمل. اهو شفت انا بعمل ايه؟ اهو باخد راس السمك واحطه فين؟ في الحله اللي فيها بوكيه جرنيه.
من الجزر والكرفس والبصل والثوم شويه حبهان اهو. هتقولي لي انت كده مسكت السمكه قلت من شكلها ومن قيمتها؟ لا 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 خالص، ما هي الراس دي اتشالت الخياشيم محدش هياكلها، فخلونا نستفيد بالشوربه بتاعتها اهو، على الاقل لما اعمل شويه رز فيهم طعم الايه السمك اهو. طب لو انا هعمله بولتي يا مغازي بنفس الطريقه؟ اه حلوه، وسكينتك تكون حاميه علشان الانسجه بتاعت السمك ما بتتحملش كده. انا قطعت السمك كله بالشكل ده كده، نجيب بوله صغيره زي دي كده ونقطع السمك فيها، سكينتنا حاميه دي هتتقطع على ثلاثة. هقول لك على حاجه حلوه، وانت بتقطعي السمك بتيجي عند السلسله بتضربي بكف ايدك كده وتتقطع معاك تاني مع بعض واحده واحده كده، علشان النقطه دي مهمه جدا. بتقطعي بولتي او بوري او اي نوع سمك لازم السكينه بتاعتك تكون حاميه وما تمشيهاش على ظهر السمكه كتير. بالشكل ده كده واجي هنا هي دي القطعه ونحطها هنا تاني. حلو، نفس القصه. لازم تقطعه يا شيف. والله انا بقطعه ليه؟ عشان يبقى منبات، نعزم الجيران، نعزم الحبايب، صله الرحم مهمه جدا. حماتك جايه تزورك عجبها اكله السمك دي، ايه المشكله لما تاخد معاها شويه وهي رايحه على البيت تقول والله مرات ابني النهارده عجبتني وعملت سمك بوري على طريقه المغازي، كانت لطيفه وحلوه. نشيل الديل ده مش عايزينه بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. ونفس القصه هنا عشان الاطفال لما ياكلوا الديل ده يروح على الشوربه. زي الفل. نفس القصه. الخبطه دي مهمه جدا. بتعمل ايه السكينه هنا؟ اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، لو انا مشيت السكينه على السلسله بتاعه السمكه من هنا للصبح مش هتقطعها، فمهم جدا وانا باجي هي الحركه دي مهمه جدا. زي الفل، السمك هنا جاهز. اشيل ده كده، الفلفل ده كده اخليه برضو نقطعه كده هنا بالشكل ده كده ونحطه على السمك. حلو قوي يا عم الشيف، زي الفل، تسلم ايدك. هنحطها هنا وناخد من التوابل بتاعتنا شويه ثوم. حلو قوي، معلقه دقيق صغيره. حلو قوي، بهاراتنا يا عم الشيف ملح وفلفل وكمون وكزبره بس. ملح وفلفل وكمون وكزبره. ليه حطيت دقيق يا عم غازي؟ هو ده الكلام، اثبت بيها التوابل في جسم السمكه، دي مهمه جدا على فكره، وهتعمل كفر للحم السمكه. ونقلب دول مع بعض زي الفل. طيب انا لغايه دلوقتي كده زي الفل، تبلت السمك وعندي جاهز. دي خطوه، الخطوه الثانيه نجهز الصياديه بتاعه الصينيه دي. حل على النار، بنستخدم ماده دهنيه، شويه زيت زيتون مع معلقه زبده. واحنا واحده واحده كده اهو نجهز له بقى الايه الصياديه بتاعتنا، زيت زيتون معاهم معلقه زبده ومعانا بصله. حلو اهو. هتقول لي يا ابو غازي وانت هتقطع البصل مكان السمك؟ ايه المشكله؟ طالما هيخش النار مفيش مشكله، ولكن انا هغير البلانشه مع حضراتكم حالا دلوقتي وهوريك ازاي تتعامل وانت في المطبخ، عشان الحاجات الصغيره دي بتفرق في المطبخ. ممكن تستخدم السكينه نفسها. وده مهم جدا لما تقف في المطبخ تقف رايقه كده لانك بتتفرجي على الشيف المغازي. نقلب البلانشه دي كده زي الفل، ومعانا بصل اهوت يتقطع كريات صغيره كده زي الفل، ممكن جوانح او شرايح او سلايز للمصطلحات الطهويه اهو. جاي علينا الشهر الكريم، كل سنه وانت طيب يا عم احمد، ان شاء الله باذن الله تعالى متعودين دايما من القناه الاولى وشاشه القناه الاولى التلفزيون المصري باذن الله لنا مفاجآت في الشهر الكريم. احنا دلوقتي بنحضر له من دلوقتي مع فريق عمل قوي جدا ومركز جهده كله 24 على 24 اجتماعات واراء واخذ اراء، لان الاجتماع بينكم شورى او الامر بينكم شورى عشان نطلع بصوره جميله وبشكل جميل في شهر رمضان ان شاء الله. اطمئن يا عم احمد، بصل على النار. حلو قوي، والبصل ده ياخد لون، ادي له لون ازاي وانا شغال معاكم واحده واحده. بصل بيتحمر في زبده في زيت على نار شديده، الصياديه بتاعتي اهو
عينك هتوجعك، تقومي تعملي ايه؟ تحط البهارات اللي بتمنع الدموع بتاعه العين، شويه فلفل، شويه زعتر حلوين، زي الفل. حتى كمان البصلايه تاخد من نفس البهارات، وانا شغال اهو. اللهم صل على النبي. حلو. ما تكتريش بهارات كتيره بقى، عشان اقول لك على سر حلو قوي. لما تكتري بهارات كتير في السمك بالذات، الطعم هنا بيبقى طعم بهارات، طعم السمك بيهرب مننا، ما بنعرفوش اذا كان بوري، اروز، دينيس، وقار، هامور، وهكذا. فخلي بهاراتك معروفه، طعم الكمون معروف، طعم الكزبره معروف. يعني الاكله دي بريئه مثلا من الكبوبة الصيني اللي هو البهار الحلو، بريئه من الكاري، بريئه من الكركم، الحاجات اللي بتدي فليفر وطعم. طيب احنا كده بنروق الدنيا واحده واحده كده، لان انا يهمني النظافه اول باول في مطبخك. وارد جارتك بتصب عليكي فجاه، دخلت المطبخ عليكي، مفيش مشكله. لما كنت بعمل اكله سمك وبتفرج على الشيف المغازي، ومطبخي نضيف ورايق زي الفل. شيش طاووق يفضل طبعا الفخاد، تتسحب. لو عندك صدور مفيش مشكله، تتقطع مكعبات. فلفل الوان، بصل، كل ده تقطع مكعبات قد حبايه، قد قطعه الفراخ اللي بتقطعها بالظبط، سواء صدور سواء فخاد. حلو الكلام. وتتبليه بزبادي، عصير ليمون، زيت زيتون، توم، ملح وفلفل. ويا سلام لو شويه بهار حلو اللي هي الكبوبه الصيني، ده بياخد الطعم الشامي على طول. نسيبه في التتبيله نص ساعه في التلاجة، ناخده نسيخه. واحده فراخ، واحده فلفل، واحده بصل. قولي ورايا، واحده فراخ، واحده فلفل، وواحده ايه؟ بصل. كل دول مع بعض في سياخ خشب، وبعدين يتشوى على الجريلا او في الفرن زي ما انت حابه. كرفس، كزبره خضراء، مفيش كرفس حطي، دي الصياديه جاهزه، ملحها، توابلها زي الفل. تاخد غلوه على النار، لسه ما خلصتش. فاكرين الشوربه اللي عندي، اللي انت قلت ازاي الشيف المغازي يحط روس البوري في قلب الشوربه؟ انا عندي شويه شوربه هنا بيتكلموا مصري، لان البوري هنا، البوري هنا من المزارع المصريه، فعشان كده الاكله دي بتتكلم مصري. اهو 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 اهو، هو ده السر. ونقلب كده، اللهم صل على النبي. جاهزه. اخد الصلصه دي يا عم الشيف، وتعالوا نطبق الاكله دي، علشان مطلوب مننا نطلع فاصل. اللهم صل على النبي. فين البوري يا عم الشيف؟ ناخد شويه هنا كده، طبعا ده هيخش الفرن يستوي كله مع بعضه، خلي بالك. تاخديه زي ما هي كده، ما تحطيش بقى اي حاجه تانية خالص. انا عايز طعم الطماطم كده تبقى لها شخصيتها، طعم البصلايه الحلوه، كل ده من خير ارضنا. نمسك البوري يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. ونرص جنب بعض كده. مفيش راس هنا، مفيش راس هنا، الراس هنا في الشوربه. انا بحب بقى الحته اللحمه اللي بتجاور الديل، العصب بتاع السمك. لسه ما خلصتش. اشيل دي من هنا، اشيل دي من هنا. وانا شغال. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ افتح الفرن يا عم الشيف. درجه حراره الفرن عندي هنا 180، دي مش محتاجه اي حاجه، دخلها الفرن كده وما نغطيهاش. فين مكانها؟ دي مخرجنا الجميل يجاوب على السؤال ده، ولو جاوبت صح هتجيلك لغايه عندك في الكنترول. لا لا، ولا في النص، والله العظيم انا سامع هنا هيصه هيصه. في ارضيه الفرن. ليه يا ابو غازي في ارضيه الفرن؟ عندي بوري هنا عايز احتفظ بالسوائل بتاعته اللي موجوده جواه، لو حطيته في نار بارده او في فرن هادي هيتسيح، وينزل الصوص وينزل البيون والجوس بتاع البوري جوه الصلصه. فانا عايز لما امسك حته السمكه كده الاقيها طريه وزي الفل ملبن. نطلع فاصل صغير ونرجع لاخواننا في البورسعيديه، واهالي بورسعيد ورجاله بورسعيد وستات بورسعيد، الناس الجدعان. هنعمل النهارده كفته الجمبري على الطريقه البورسعيديه، وتابعوا معايا. وعايز اسمع اتصالات من حضراتكم وتعليقات، انا صح ولا غلط؟ اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. طبيعي تعمل لي سمك هيبقى فيه زفاره وفيه كركبه في المطبخ، وده وارد. انت مش يعني ايه
الشيف المغازي معاه مساعدين ومحضر واحنا هوا وكل الدنيا بتشوفنا، اما في مطبخك مقفول عليكي بقدر الامكان تكون حريصه في النظافه، واول باول تشيل الزفاره بتاعه السمك ايا كانت هي وتخليها في كيس جانبي وترميها لوحدها. الحاجات اللي انا بقولها جوه التفاصيل ديت مهمه جدا على فكره، عشان بعد ما نخلص كركبه السمك واكله السمك نحس ان احنا قاعدين في بيت ما فيهوش اي زفاره. حلو الكلام. ايه اللي انت عملته في الفاصل يا عم الشيف؟ معايا بطاطس في المقادير، في اطفال حلوين معدين على السفره، فاحنا عايزين نجذب الاطفال الحلوين لاكله سمك حلوه. وارد ان البوري يكون فيه شوك الحسك، هنعمل كفته النهارده ما فيهاش لا حسك ولا شوك، اعمل لهم بطاطس على طريقه الخاصه هنقدمها مع الصياديه في قلب الزيت بتتقلي، وهنشوف هنقدمها ازاي لحضراتكم. نفتح الفرن، مخرجنا عايز يبص على الفرن، هو عايز يأمن على نفسه على السمك. بص على السمك كده، ايه الجمال والحلاوه؟ بتغلي طبعا، لان انا نازل بشوربه بتغلي. ايه ده؟ تتكلم مصري، والبوري من خير مزارعنا. هنقفل الفرن بتاعنا ونسيبها تكمل سواها. والبطاطس اخبارها ايه؟ فله. تمام. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. صياديه جنب البطاطس، وهنغرف شويه الرز دلوقتي اللي هيقولوا ان الاكله دي ايه؟ مصريه. يا نعم، ايه الجمال والحلاوه دي؟ صل على الحبيب، اللهم صل على النبي. كل عام وحضراتكم بخير، داخل علينا الشهر الكريم. عايز اطمن حضراتكم معانا فريق عمل قوي جدا، كل يوم اجتماعات علشان نطلع بشكل يليق بالقناه الاولى كالعاده من التلفزيون المصري من ماسبيرو، علشان في رمضان ان شاء الله لنا مفاجآت. اوعى تروحوا بعيد، وانا خلصت رؤية فن ابداع كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية. من هنا يا شيف؟ من ماسبيرو.